لا خالص بالعكس، احنا عارف انت عارف كبير يعني، وهو مستواه هو كان ماشي بشكل كويس جدا، وانا لما حتى كنت موجود يعني احنا في الاخر احنا عايزين نساعد النادي الاهلي، يعني هو بيلعب انا بلعب احنا الاثنين موجودين مع بعض. يعني اول ماتش ده في النادي الاهلي وانا اتصبت بيه كنا تقريبا بنلعب في مقصه، لعبت انا وحش يعني، انا لما نزلت كنت انا وحش في الملعب، والحمد لله قدرنا نرجع بالنتيجه يعني. الماتش كنا متعادلين 1-1 وكسبنا 2-1، كسبنا 3-1 تقريبا يعني. مش عارف بس انت في الاخر اصل ده شغلك يعني، انت لعيب محترف، وفي طبعا انت زي ما بتقول سواء النادي الاهلي سواء نادي الزمالك سواء بيراميدز سواء فيوتشر، الانديه الكبيره دي بتبقى لما تلاقي حد مهتم بيك بتبقى مبسوط، ده طبيعي، بس انت في الاخر انت لعيب محترف. طموحاتي كبيرة طبعا، طموحاتي ان الواحد ان شاء الله يوصل نادي فيوتشر لمركز كويس، والطموحاتي الشخصية طبعا بقى موجودة يعني، الطموحات الشخصية دي هتشوفها ان شاء الله اخر موسم الواحد هيوصل لايه، فاكيد عندي تارجت لنفسي اكيد، ولكن محتفظ بيه لنفسي ان الواحد دايما يبقى لازم مركز مع نفسه وقافل على نفسه كويس عشان يوصل للي هو عاوزه.